بسبب الانخفاض في قطاعي الاقتصاد والدفاع الروسي، تعتمد البحرية الروسية اليوم على السفن التي صنعها الاتحاد السوفيتي في الماضي من أجل المهمات الصعبة والخطيرة، حيث كان الاتحاد السوفيتي يمتلك أكبر السفن القتالية. الأمر لا يقتصر على وجود سفن فقط، بل هناك أكبر غواصة في العالم تابعة للاتحاد السوفيتي. هذا سيكون حديثنا في هذا الفيديو، ولكن قبل البدء لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة، فدعمكم يساعدنا كثيرا. قام الاتحاد السوفيتي بعمل مشروع جديد يحمل اسم مشروع 941 أكولة أو أسماك القرش. لم يبالغوا في هذا التشبيه، فالغواصات لا تقل خطورة عن أسماك القرش إن لم تكن هي الأخطر. السبب الرئيسي في خطورة هذه الغواصات أنها نووية. تعرفوا معنا أصدقائي على أكبر وأخطر غواصات في العالم، وهي غواصات فئة التايفون، والتي دخلت الخدمة في عام 1981 كأكبر غواصة في العالم. لقد تم بناء 6 منها فقط من أصل 7، والسبب في كونها أكبر غواصة في العالم هو أن حجم الإزاحة المغمورة للغواصة يبلغ 48 ألف طن. هي تزيد مرتين ونصف عن الغواصة الأمريكية الكبيرة فئة أوهايو. ولتوضيح الأمر أكثر، سنخبركم أن إزاحة حاملات الطائرات شارلز ديغول الشهيرة تبلغ 42 ألف طن. الغواصات الروسية التي يتم استخدامها على نطاق واسع تبلغ إزاحتها 3000 طن، مثل غواصة فئة كيلو كلاس، وهناك عدد كبير منها في الجيش الروسي. هذا يعني أن التايفون أكبر منها ب15 مرة. والآن لنتحدث عن الغواصة بشكل أدق. يبلغ طولها 175 مترا مع عرض 23 متر. تمت صناعة فئة التايفون من هياكل ضغط متعددة، بينها 5 هياكل داخلية تقع داخل هيكل علوي مكون من هيكلين رئيسيين متوازيين. هي واسعة للغاية من الداخل، لدرجة أنها تتسع لحوض سباحة وساونا. يمكنها حمل 116 فردا، وتضم الغواصة 19 مقصورة. هذا ما يجعلها قوية وقادرة على مواجهة الأخطار. تستمر الرحلة بالغواصة لحوالي 120 يوم، وتصل إلى عمق 400 متر. السلاح الأساسي للغواصة هو عدد 20 صاروخ R-39 ريفي. كل صاروخ يزن 84 طن، ويضم 10 رؤوس حربية، ويصل مداها لأكثر من 8000 كيلومتر، مما يسمح لها بضرب الولايات المتحدة من مسافة آمنة تماما. لكم أن تتخيلوا أن غواصة تايفون أطلقت صاروخا عابرا للقارات، وهي الوحيدة القادرة على هذا الأمر. ولكن بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، لم تستطع روسيا الاحتفاظ بأسطول الغواصات الستة في الخدمة، ولقد تم الاحتفاظ بواحدة منهم فقط في الخدمة حتى يومنا هذا. قاموا بالاحتفاظ باثنتين من الخمسة المتبقية لوقت الحاجة، ومن يدري، لربما يكون هذا الوقت على وشك القدوم. لقد كانت هناك اقتراحات باستخدام الغواصات في أغراض أخرى مثل النقل، بما أنها تغوص تحت الجليد. كما كان هناك اقتراح آخر لاستخدامهم وتحويلهم من مقاتلتين استراتيجيتين إلى مقاتلات تكتيكية، وتزويدهم بصواريخ كروز مثل الزيكرون، إذ أنها قادرة على إطلاق أكثر من 200 صاروخ إذا تمت إعادة توجيهها بالطريقة الصحيحة. مع العلم أن البحرية الأمريكية تمتلك غواصة باليستية من طراز أوهايو، لكنها قادرة على إطلاق 154 صاروخا فقط. هذا يجعل التايفون هي الأقوى في جميع الأحوال. وهنا يأتي السؤال، وهو كيف تعمل التايفون؟ يتم تشغيلها عبر مفاعلين نوويين يعملان بالماء الثقيل، واثنين من التوربينات البخارية بقوة 50,000 حصان، إلى جانب 4 مولدات توربينية بقوة 3200 كيلو وات. يوفر هذا للغواصة القدرة على الإبحار بسرعة تصل إلى 22.2 عقدة على السطح و27 عقدة تحت الماء. أما في تصميمها الحالي، تحمل الغواصة 20 قاذفة لصواريخ بولافا الباليستية الروسية من طراز RSM-56، وهذا تحديدا ما يجعلها وحشا تحت الماء وفقا لآراء الخبراء. تم إعطاء اسما للغواصة التي لا زالت في الخدمة، وهو TK-208 ديمتري دونسكاي. بين عامي 2005 و2009 تم وضع 3 غواصات للعمل عليها، لكن الأمر لم يكتمل، رغم أن العملية كانت ممولة بنسبة 80% من الولايات المتحدة وكندا.
قامت روسيا ببناء فئة جديدة وحديثة من الغواصات تحمل اسم بوري، وهي أسرع وأصغر من التيفون بالطبع. هذا لا يعني أن التيفون سيتم استبعادها، بل هناك اقتراحات باستخدام صواريخ أخرى مثل أونيكس، والتي تفوق سرعتها سرعة الصوت، وهذا سيكون بجانب السلاح الرئيسي بالطبع. كما يمكن تزويدها بنظيره الأمريكي، وهو صاروخ توماهاك كروز. وبالحديث عن أنواع الصواريخ، فهناك نوع يسمى 3M14K تقدر سرعته بثلاث أضعاف سرعة الصوت، ولقد تم استخدامه 9 مرات بين عامي 2015 و2018 عندما تم توجيههم لأهداف أرضية في سوريا بواسطة غواصات من فئة الكيلو. أما عن صاروخ B8000 أونيكس، فهو صاروخ مضاد للسفن وسرعته أسرع من سرعة الصوت، وتم استخدامه في الخدمة منذ سنوات قليلة. وأخيرا يأتي صاروخ زوركون الذي تفوق سرعته سرعة الصوت، حيث تبلغ 9 ماخ، وهي وحدة قياس بحرية، ولكن لم يتم دمجه مع الغواصات بعد. لنأمل المشاهدين ألا يضطر الجيش الروسي لاستخدام هذه الأسلحة الفتاكة، ولأن العواقب ستكون وخيمة ليس على الدول المعادية فقط، بل على الكرة الأرضية بالكامل. شكرا لكم لمتابعة الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة.